معنا اليوم حالة خاصة كتير ويعني أخذت كتير صيت بالأوساط الرياضية خصوصاً بعد ما أخذت لقب أول أو أصغر محكمة كرة قدم بالشرق الأوسط. هي محكم دولي من درجة ممتازة وأصغر محكمة بالعالم العربي وبمصر. دخلت مجلات الرجال عادة هن المسيطرين عليها وقدرت تثبت نفسها. معنا ملكة جمال الرياضة العربية شيماء منصور. مرحب فيكي أصغر حكم دولي بمصر وبالعالم العربي. أهلاً. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. الجمال ده كله فين؟ هروح فين بس وانتم موزه كده وعماره؟ ما شاء الله عليك يعني. ربنا يخليك. يعني انا كنت افتكرت هشوف حد تاني خالص بجد. بصراحه ابهرتيني. كرة قدم كمين صح؟ ميرسي بقى. اروح فين ذوقكم بس. ازاي جاتك الفكره انه تلعبي الكوره؟ بس وانا كنت بحب العب كوره عادي مع اصحابي في المدرسه وكده، وبعدين دخلت لعبت كوره في اول يعني من اول الفرق اللي كانت موجوده في مصر، وبعد كده دخلت المنتخب وبعد كده بقيت حكم كوره. بس اللي عرفناه انه انت كنت قبل كده ملكه جمالي. يعني هو بعد كده يعني مش قبل قبل الكوره؟ لا بعد الكرة؟ بعد الكرة. وانا دخلت ملكة الجمال دي مخصوصا يعني عشان كانت في ناس كتيرة جدا تعرف، يمكن تكون تعرف شوية عن اسمي مثلا بس ما تعرفنيش شكلا. فكانت الناس بتفتكر ان لازم البنت اللي بتلعب كورة دي يبقى شكلها وحش قوي. وببقى قاعدة معاهم وما يعرفونيش ويتكلموا وحش قوي قوي عن اي حد. انت اثبتت لهم عكس النظرية تماما جدا. يعني اهو يعني ما فيش اي حاجة من اللي انتوا بتفتكروها صح. بس هو بيني وبينك انا كنت في الاول اول ما دخلت قلت انا عمري ما هنجح في الموضوع ده، ما بعرفش البس طالون، ما بعرفش امشي. طيب يعني انت حاجه يعني كره وجمال واناقه وما شاء الله انت لا خلاص انا همشي. لا ما تمشيش. احنا خلاص صرنا اصحاب يا اختي. يا اختي يعني اوعي تمشي. فازاي جاتك الفكره انه انت الحاجتين دول مع بعض؟ يعني مثلا لو انت يعني حلوه واموره وتلعبي رياضه عادي وعايزه تحافظي على اناقتك وعلى جسمك وعلى جمالك اوكي، بس انت تلعبي كوره يعني هو مين قال ان الكوره تقدر تبوظ جسم الناس؟ لا هي ما بتبوظش او شكلهم. يعني لازم البنت تلعب كوره. والله حاجه حلوه جدا، لان في كتير جدا اهالي ما بيخافوا ان بنات تلعب، بيقول لك دي الرياضه هتخليها زي الراجل. ده حقيقي. ما هو ده اغلب البنات اللي بتلعب كوره مثلا في امريكا هتلاقيهم توب موديل، شكلهم قمر. يعني البنات بالذات بتعرف منتخب امريكي فيهم 14 واحده مثلا من 18. انت عارفه انا عندي بنت يعني حطيتي في تونس اسمها فاطمه، كمان بوجه لها تحيه. يعني كمان كانت صغيره كده بشوفها، بس هي كانت بتلعب باسكت وفي نفس الوقت بعدين صارت تلعب كره قدم. عارفه فاموره كده، ولحد دلوقتي بعتقد انه هي لسه يعني حبيت النظريه دي انه الست ازاي بتلعب كره ومهتمه بنفسها. لأن كمان الرياضه بتخلي البنت تبقى احلى مش اوحش. احنا بس عندنا مشكله دايما في العالم العربي ان احنا دايما بنفتكر ان البنت بدل بتلعب رياضه وفيها شويه من الاحتكاكات بتبقى ان هي تبقى وحشه هتسترجل يعني. مثلا هو في كده بصراحه عشان ما بقاش برده، بس ده طبيعه شخصيه البنت. يعني دي استعداد الجسم يعني وطبيعه شخصيتها يعني. يعني انت ممكن اكون بلعب كوره بس مش بحب اقص شعري، لكن في ناس بتحب تقص شعرهم، ده في طبيعي عادي. لكن البنت عموما الرياضه بتحليها بس بتخليها اوحش. طب شيماء كحكم بدنا نسالك شو مواصفات لازم تكون موجوده بمحكم كرة القدم؟ والله انا بشوف ميه يا جماعه بليز. ميه ميه وساندوتش بسرعه يا شيف البنت قاعد. لا هو المواصفات اللي تبقى للحكم اولا لازم يكون عنده لياقه بدنيه عاليه جدا جدا عشان بيفضل رايح جاي رايح جاي من الاول. طب انت ايه احساسك رايحه جايه رايحه جايه زي ما نقول سوي جلاس تبع العربيه بتقولوا ايه كده. عامل كده ايه يعني ما بتتعبيش؟ بتعب اكيد، ما بتمرن كتير جدا. كان لسه بس عندي اصابه عشان كده هي دي اللي اوقفتني شويه. لا اسف عليكي. اتحسدتي. حسدوكي يا اختي. بس فهو ده. لكن هو لازم يكون شخصيته قويه، يكون حازم في قراراته، ويكون عنده اطلاع دايما، لان بيبقى فيه دايما يعني تغيير في قوانين اللعبه. فلازم يكون عنده درايه كتير بال متابع كويس. متابع كويس.
طب انا الوجه تاني بتاعي ده. اها حلو قوي. طب شيماء بتعطي كارت احمر جدا؟ شكلي متغير انا بس اموره في كل الحالات. من ذوقك. طب انا عايزه اسالك سؤال خطير. بليز. جدا جدا. هل انت متجوزه؟ لا مش متجوزه. هل اذا اقبلت باللغه العربيه هل ولماذا معترضه عن هذا القرار؟ لا مش معترضه ولا حاجه بس هو كل الموضوع كل حاجه بوقتها. طيب بصي يا ستي نرجع نحكي طبيعي. يلا انا مش نحكي معاك بالتونسي. طب انا احكي معايا بالتونسي بحب بالحق بالتونسي. اما في جمله بالتونسي مش هقول عشان هي بتتفهم غلط مش كده ولا لا؟ ماشي بلاش هقولها بره. لا لا بصي لو جالك عايزه اقولها بالتونسي بس مش هقولها دلوقتي بالتونسي معلش. طيب لو جالك عريس وقال لك وانت بتحبيه برضو اوكي وتحبوا بعض وقال لك انا عايزه اطلب منك طلب تبطلي الكره يعني تستقيلي من مهنتك يعني تستقيلي تقعدي في البيت وتربي العيال بقى وسيبيكي من الشغلانه دي كلها ليه إيه؟ ليه يعني هو مش انا والله انا بقول لك هو اللي بيقول بس هو يعني ليه يعني حد متجوزني وانا حكم كوره ف بس في رجاله مرات بتحب خلاص يعني اوكي هو حبك وحابب انه مراته تقعد بالبيت مش عايز تلعب الرياضه ما فيهاش حاجه عيب هنفكر ساعتها لا لا هي ما فيهاش حاجه عيب خالص بس بالنسبه لي هو من كتر حبه ليكي مش عايز حد يشوفك حياتي انا هفكر ساعتها يعني بس مش عارفه انا بحس ان الرياضه بدل البنت بتعمل حاجه هي بتحبها ومش عيب يبقى لي صح عشان انا معلش عايز اسالك سؤال مفضل. دلوقتي في امهات كتير جدا بتمنع بناتها من ممارسه يعني اي لعبه بتبقى البنت حابه تلعب لعبه معينه والام بتقول لا مارس الرياضه عملت لك ايه خلتك تحمي نفسك بيه يعني فادتك في ايه والله حلو قوي السؤال ده الرياضه فادتني في ان انا يكون عندي شخصيه مستقله وده في حد ذاته بيدي حاجه مهمه جدا جدا للبنت وخصوصا البنات العربيات يعني انا بوجه طبعا تحيه للبنات المصريات وبرده طبعا البنات العربيات في كل الوطن العربي لازم بيكون عندك شخصيه وبعد كده تقدري تقرري يعني انت تبقي صاحبه قرارك عندك استعداد تشتغلي في اي حاجه في الدنيا بس انت تبقي صاحبه قرارك وفي نفس الوقت شغلانه محترمه فانا الرياضه بالنسبه لي اولا خلتني ان انا اشوف اكتر من حاجه في المجتمع لان انا بروح احكم مثلا في السيده زينب وفي الحوامديه فطبيعه ان انا اروح احكم في حاجه اصلا ما بيبقوش مقتنعين بخروج البنت من البيت اساسا اصلا لكن انت تخيلي بقى فانت عشان تروحي مناطق معينه او تتواجدي في شيء معين او منطقه معينه في وسط معين ما بيقتنعش بان البنت تقول رايها اصلا مش ان انت تتحكمي كمان ده في حد ذاته بيبني شخصيه بيبني حاجه مهمه جدا جدا عند الناس اللي هو بيديك الثقه في نفسك كتير طب معانا اتصال الو محمود الو محمود معانا الو الو ازيك الحمد لله تمام مساء الخير عليك مساء النور كنت عايز بس اسال سؤال حاجه اتفضل يا محمود امبارح في ماتش الزمالك والاتحاد الحكم بدا اللعب ولاعيبه الزمالك كانت بتحتفل واللعيبه ايه سوري؟ اللعيبه بتاعت الزمالك اللي بتحتفل بتحتفل ايوه والحكم بدا اللعب وما كانش في حد في نص ملعب الزمالك انت سمعتهم؟ ايوه هو انا بصراحه ما شفتش الماتش بتاع امبارح بس عموما يعني ايه تقييمك لحاجه زي دي وشايفه ان هي خطا ان إيه ان ايه ان 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 ممكن السؤال تاني معلش ممكن السؤال تاني انا بستمع حضرتك هو بيقول ان ان الماتش بس هي السؤال تاني لو سمحت يا محمود ما سمعتش ايه السؤال بالظبط اسف يا محمود ماشي لعبت محمود عبد المنعم كهربا دخل جول في الاتحاد تمام لعبت الزمالك رحت احتفلت مع حازم امام وميدو الحكم ساعتها بدا اللعب قبل ما اللعيبه ترجع تاني نص الملعب بتاعها يعني الحكم ادى صفاره ايوه قبل ما اللعيبه ترجع تاني الملعب في بقيه ما هو مش معقول الفرقه كلها هتروح تحتفل هم مثلا بيبقوا اثنين او ثلاثه لا كانوا سبعه ولا ثمانيه كان ما فيش بس الا اثنين في الملعب ساعتها لا طبعا حضرتك زملكاوي ايه انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا اهلاوي بس يعني لعبه عجيبه شويه اهلاوي طبعا اوكي لا هو اكيد الحكم ممكن ما يبقاش يعني ما يبقاش شايف ان اللعيبه كلهم بره وبعدين
ده بيبقى حاجه عاديه يعني، بيبقى مثلا في اتنين او تلاته هما اللي بيحتفلوا، ف الكوره بتبقى اوريدي ان بتبقى جوه الملعب. بس هو لو اكتر من نص الفريق طلع يحتفل بالجول ما ينفعش يدخل باللعب صح؟ يعني طبعا اكيد هما لازم. هو محمود زعلان بس عشان احنا نراضيه نقول له محمود عشان اهلاوي، فاحنا اول ما نحكم ماتش الاهلي على طول ادعيك يعني. بنشكرك يا محمود، يا محمود شكرا، اتمنى نلاقيك تكلمنا تاني مره تانيه ان شاء الله. طب حضرتك زملكاويه ولا اهلاويه؟ لا ما تقولك اهلاويه. مين دي انا؟ لسه قايله دلوقتي وقفي على الحياد عشان لا 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 خالص. مش قلتي اهلاويه دلوقتي؟ انا قلت اهلاويه. لا 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 مفيش، الحكم ده يعني ده لنفسه بقى، هو اهلاوي زملكاوي دي حاجه تخصه هو. طب انت ايه بقى؟ ملوش علاقه خالص بشغلك ده كده ولا كده؟ لا 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 زي محايده تماما. انا بتحلفي اليمين على كده شيماء ولا بتعملي ايه؟ اليمين ما بيني وما بين نفسي، احلف بالله ان انا ماليش اي جهه ولا اي. لا انا عايزه اقول لك على حاجه، ان الحكم فعلا الحكم يعني الحكم بجد بقى هو المفروض ان هو بيحكم الالوان ما بيحكمش الفرق يعني. هو بينسى. اوكي. لان المفروض ان هو بيحب نفسه اكتر ما بيحب يعني حتى مهما كان لو حكم اهلاوي مثلا هو بيحب نفسه اكتر ما بيحب الفرقتين. سوري يا نهله بس انا عايزه اقول لضيفه شيء. انا قريت ما اعرف اذا مظبوط، احنا كان عندنا قبلك فقره عن تحرش. فانا قريت انه مره حضرتك كنتي بملعب واحد اللعيبه قال لك يا قمر، فرحتي مديها كارت اصفر. ده صح؟ وراح بعدين قال لك نتقابل بره، رحتي مديها كارت احمر. فشوف شو ده الموضوع صح، وبتحصل لك مواقف كتير عشان انت بنت يعني بتحكمي. طلعتي كل كروت في وشه؟ لا مش كلها يعني. هو كارت واحد. ما انا عارفه هي بتقول لك كارت اصفر وبعدين كارت احمر خلاص. البنك زي اللي لابسه النهارده ده شيماء ولا ايه؟ نفس اللون اكتر من كده. ليموني مثلا. قولي لنا بقى. لا هو انا بحاول بقدر المستطاع ان انا ما اطلعش كروت كتير، بس لو الموقف اضطرك لكده اضطر طبعا. طب احنا مضطرين بقى من الريحه اللي جايه لحد عندنا دي نروح على الشيف ونشوف عامل لنا ايه النهارده. بجد؟ يلا بينا. طب يعني تاخديني معاك.